ركزت صحيفة العربي الجديد على ربط فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية بحرب اليمن المستمرة منذ 5 سنوات والتي تسببت بأزمة بين أوساط السكان مما أدى لانتشار الجوع والمرض. تقول الصحيفة إنه بحلول شهر مارس 2021 سيكون الرئيس المنتخب جو بايدن قد أمضى 100 يوم في منصبه، وهو الذي وعد اليمنيين الأمريكيين بإنهاء الدعم اللوجستي الأمريكي لحرب السعودية والإمارات في اليمن. وتلفت الصحيفة إلى أنه لطالما تغنى بايدن بمعارضته للمعاناة الإنسانية وتأييده للحقوق أو لحقوق الإنسان والحرية، ولكن إذ لم يتحرك ضميره لوضع حد للكارثة الإنسانية التي يرزح تحتها الشعب اليمني، سيصبح حق العيش حكرا بشكل علني على أمريكا وزبانيتها فقط. وبحسب الصحيفة فإن نهاية الجوع في اليمن تبدأ عند قيام بايدن بمعالجة الأسباب الجذرية للحرب في البلاد والإسراع بتهدئة الشرق الأوسط المضطرب.